Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our lesson is unit 7. Still we are in unit 7 and lesson 2, the second part. As I told you before this time, we are going to talk about reported speech, اللي هو الكلام المنقول. And as you find here, of course, it is on page 63, as well as you will find it as rule explained more in detail on page 99. Okay, after that, of course, we are going to do exercises C, B, and E, which you are going to find on page 94, right? Now, let us start our lesson for today by giving you a short definition for what is the meaning of reported speech, as it is written in page 63. Then we are going to return to your work in, of course, in term papers and papers which are written by your teacher about this point, right? So using the reporting verbs, you can use, of course, reporting verbs, الأفعال الدلل على أن هذا الكلام منقول وليس كلام الشخص نفسه. Of course, ask, tell, say, to tell another person what somebody said. Okay. هذه العبارة تبقى مبهمة إذا ما شرحناها بالتفصيل. So let us move to start from the beginning, talking about reported speech. Of course, reported speech, as you see here, in this, خلينا نسميها احنا الملاحظات, uses to tell another person what somebody said. اكيد انا هاي الملاحظات اللي اكتبها مو كلها تنحفظ, لكن بقدر ما هي توضح كانما شرح حتى تعرفين شلون تشتغلين. So reported speech, which is found on base 63, talks about how to report, تنقلين the speech of another person and what he said to another person. هي هاي الفكرة من عنده, right? So how to, طبعا احنا we have two kinds of speech, نوعين من انواع الحديث. One is called direct speech, وهو الكلام المباشر, اللي دائما مثل اقوال العلماء, اقوال الكتاب, اقوال يعني الرؤساء الدول. فاحنا شو نسوي الكلام المباشر اذا اريد نقله حرفيا بدون ما اغير اي شيء؟ احطه between two quotation marks. As you see here, هذه علامات الاقتباس, احصر كلامي بين علامتي الاقتباس, هذا معناته شنو؟ كلام مباشر. طبعا we have another form of speech which is called indirect speech. Indirect speech شنو معناته؟ كلام غير مباشر. هذا الكلام انقل الكلام اللي قاله شخص ما الى شخص اخر بحذف علامه الاقتباس. يعني راح نقلب بالصيغه اللي انا استخدمها, احذف علامه الاقتباس واسوي اجراء بعض التعديلات on the tense, على زمن الجمله, لان هو صار بالماضي الكلام تحدثنا به, يعني فانطي زمن الاقدم لان هو تحدث وهسه جاي نقله انا. اغير الضمائر للبرونونس المستخدمه, الضمائر المستخدمه, لان يعني مو نفس الشخص ما يتحدث عن نفسه يقول اي, انا راح انقل كلامي باستخدامي للاي, لا اغير اشوف شنو هذا الشخص, من هو هذا الشخص, هي اور شي, شنو اللي انا راح انقل كلامه, فكذا حتحدث عنه باستخدام ضمير الى ما هو في الوقت الحالي. Right. As you see here, this is an example. Mom, mostly, طبعا الفورم مالت الدايركت سبيتش راح تشوفينها بهذه الصيغه, راح ينكتب السبجكت هنا المتحدث, خلينا نسميه, ما نقول عنه السبجكت, نقول عنه الشخص المتحدث. اوكي, هذا الشخص المتحدث ايش بيه هنا؟ اوكي, سو ذيس از ان اكزامبل, وي سيد ذات مام, هذا الشخص المتحدث تتوجه كلامها لمن؟ الى بيرسونز, اشخاص معينين. اند شي از سينج ذات يو شود ايت مور فروت. احصر كلامي, خلصته, احط له علامه, اذا احط له الفل ستوب مالتي النقطه وحصره بين علامتي الاقتباس. الكلام اللي يكون بهذا الشكل, we have colon and we have قلنا quotation marks, علامات الاقتباس, full stop, starting with the capital letter for the subject, for the new subject اللي جاي اوجه له الكلام اللي هو انت. فانا بهاي الصيغه اللي كاتبه بها الان الحاليه تسمى direct speech, لان عندي colon, هذه اللي هي علامتين النقطتين, هذه اللي واحده فوق الثانيه عندكم, عندك ال quotation marks, عندك الفل ستوب المستخدم, right. الاندايركت سبيتش لا, راح احول كلامها باستخدام افعال القول اللي قلت لك عليها بالدرس اللي هسه بدايه الموضوع, اللي هي هسه راح اشرح لك اياها بالتفصيل, لكن هذه كامثله شلون تعرفين تميزين مباشر غير مباشر. الغير مباشر انا راح انقله باي سينج سيد, يعني مام سيد, امي قالت في زمن الماضي, مو يعني هسه قاعده تتحدث هي بنفسها تقول فقط وجه لي الكلام, لا, قالت ذات I should eat more fruit. طبعا اول فقراته كهاي انتروداكشن, مقدمه للموضوع مالتنا, اول فقراته we have to delete the colon and also delete the quotation marks, changing the subject
Okay, using the past simple tense verb of saying, استخدم فعل القول في زمن الماضي بدل ما أقول mom says, تقول الآن في اللحظة، لا أقول said في زمن الماضي. فإحنا هنا بالindirect والdirect speech مالتنا we have what? We have طبعا عندي أما statement جملة، الجملة ممكن sentence مالتي راح أستخدمها حتى أدلل على الدايركت والاندايركت، ايذر ات ويل بي ستيتمنت او تكون بشنو؟ تكون ب ريبورتد كويستشن. يعني اما ريبورتد ستيتمنت الكلام المنقول الغير مباشر اللي يكون شكله جمله، او الكلام المنقول الغير مباشر اللي يكون شكله شنو؟ كويستشن مثل ما موجود هنا سؤال. فايذر ات از ستيتمنت عباره راح انقل، او انقل لي كويستشن، ما ياخذ اي فورم اخر حاليا موضوعكم انتم. يعني هو شارح صحيح بس ما ماخذ اي فورم اخر، ماخذ لي فقط حاله اذا كانت الكلام اللي راح انقله هو شكله ستيتمنت، يعني عباره متكونه تبدي with subject وتنتهي with full stop، او يكون الحاله اللي هي question تبدي with WH question word where when why who how او auxiliary verb، وهذا النوع يسميه احنا yes no question. يعني اما تبدي، اما يكون السؤال المنقول راح انقله اما WH question يكون يعني سؤال يبدي بهذين البادئات، او يكون yes no question، وتعرفين انه yes no question started with عادة or starts with the capital with the نسميها احنا شنو نسميه auxiliary verbs، يبدي مع الافعال المساعده is am are حسب الزمن التنس مالته present past past perfect present continuous حسب الزمن، فيبدي بفعال مساعده. ends with what question راح ينتهي مع نعرف احنا with the question mark. فاذا الكلام المنقول راح يصير عندي either statement، هسه هاي البارت الثاني راح اعطيك اياه، عوفوا هسه احنا شلون راح نشكل الزمن او شلون راح نشتغل باي شيء بالريبورتد سبيتش. خليك هسه بالنقطه الاساسيه، عندي كلام مباشر، عندي كلام غير مباشر. المباشر او الغير مباشر it can be question it can be statement، ممكن يكون statement جمله عاديه خبريه تبدي with the فاعل subject ending with full stop، او ممكن تكون هي سميناها question، وهذا الحاله the question started with WH question word or auxiliary verbs، حتى شكل لي زمن عندي نوعين من الاسئله WH question or yes no question وending with what question mark. Now look at this، هسه انت من راح تباعين هذا الكلام Sarah colon quotation marks علامات الاقتباس قلنا، وابدي احصر الكلام بين علامتي الاقتباس. اذا هذا شنو؟ هذا كلام اسميه دايركت سبيتش. اوكي، شنو نوع هذا الدايركت سبيتش؟ هاي صححيها، انا ما حطيت لها فل ستوب، صححي لي اياها، حطي لي اياها فل ستوب هنا حتى تصير ستيتمنت. اوكي، لان ستيتمنت عاده بمن تشتغل؟ تشتغل مع الفل ستوب. فانت شو تسوي لي هسه؟ ساره I couldn't sleep that night وعندي full stop، فهذا شنو؟ هذا نوع direct speech. أريد تميزينه، شنو نوع هذا direct speech؟ نوع statement. statement يعني شنو؟ مسحي لي الاس أيضا بالمزمة عندك. statement يعني شنو؟ يعني جملة خبرية. أحول هذا direct speech إلى indirect speech، شو راح أحوله من كلام مباشر إلى غير مباشر؟ شو نسوي لازم؟ نحتاج إلى استخدام الverb of saying اللي هو said. I need to use that، أحتاج أستخدم that، أحتاج عدة أشياء، هاي كلها بتلش introduction هسه. أول ما أبدي delete what colon، أمسح هذه colon النقطتين، أمسح quotation marks علامتي الاقتباس هذه موجودة عندي، أوكي؟ أمسح إنها أول خطوة حتى أحول من مباشر إلى غير مباشر، أمسح علامات الاقتباس. Then قلنا نستخدم الـ verb of saying، أستخدم فعل القول said told say، أستخدم that، أوكي؟ اغير اتشينج اسوي تشينجينج بالضمائر البرونونز لايك ذس ساره اي كودنت سليب ذات نايت، فهاي الاي المن تشير الى شي، فبنزلت ساره سيد ذات اي شنو معناتها؟ معناتها هنا الشي، لان هي تتحدث عن نفسها فضميرها هو شي. ارجع زمن الجمله الى الماضي، دائما من اشتغل ارجع للزمن الاقدم. So Sarah said that she couldn't sleep. بدل ما أقول that night في تلك الليلة، أقول لا last night بعد الليلة الماضية الأكثر يعني. Okay؟ أو last night هنا تغيرينها عادي نفس الكلام. فصارت عندي indirect speech كلام غير مباشر. ليش؟ انشلت علامة الاقتباس ونوعها أيضا statement. Okay. statement نفس الحالة مسحي لي الأسئلة، هاي مفردة أنا جاي عاملها معاملة الجمع من أقول statements. Right. شوفي لي هذا teenagers what can you do؟ أشوف أنها جملة متكونة من WH question word model verb أو auxiliary verb، إحنا يسبق السبجكت مالتي والcompliment وquestion mark. بهاي الحالة شنو عندي؟ عندي question، هاي واحد حددته. second
هذا نوع شنو؟ بما انه عندي كوتيشن ماركس وعندي هذه الكولن، اذا هذا دايركت سبيتش، اخذت كلام الشخص وحصرته بين علامتين اقتباس. شنو نوعها؟ كويستشن. فهي اكو طريقه ثانيه حتى احول الدايركت الى اندايركت باستخدام اذا كان كويستشن. So teenager said, إحنا هم يتحدثون، فشخص يقول يعني واحد يتحدث عن نفسه ويا جماعته، انطيتها ضمير ال we asked. إذا هناك راح نستخدم فعل said مع ال statement، فعل said مع ال statement لما يكون عندي جملة خبرية، وراح أستخدم فعل ال ask مع السؤال، سأله. So we asked Dr. Ansari, okay, what you could do. اللي راح يصير هنا شنو بالسؤال؟ من أرجع أحولها من direct إلى indirect للسؤال، تسوي أرجع أرتب الجملة بعد الأداة السؤال، بعد أداة السؤال أرجع أرتبها من subject verb والcomplement، أرجع أرتبها كأنما هي جملة اعتيادية وأختمها بمن؟ full stop. هاي انتبه لها، أرجع أرتبها وأرجع أختمها بالfull stop. خلنا نجي هسه، هذه كلها كانت مقدمة للموضوع مالتنا، خلنا نشرح الموضوع مالتنا in more details، أشرح إيش بأكثر تفصيلا. reported statement إحنا قلنا عندنا direct وعندنا indirect، كلام مباشر كلام غير مباشر. مباشر between two quotation marks، غير مباشر indirect أشيل الكوتيشن علامات الاقتباس والكولن مالتي هذه كلها. right. أجي عندي statement راح أحول إذا كانت جملة خبرية أو إذا كانت شنو قلنا question، جملة خبرية started with the subject ending with what، تنتهي مع full stop. A question تبدي with WH question أو auxiliary verb تنتهي ويا من، تنتهي بال تنتهي بما لازم تنتهي أيضا بال question mark. right. okay. زين. اوكي. اوكي. اجي هنا اشوف عندي reported statement. اول فقرة شنو راحها؟ اسمها reported statement اللي هي شنو؟ هذه كلام يعني reported، راح اسوي لك الكلام المنقول، يعني راح اشتغل لك هسه على الجملة لما تكون خبرية وشلون أحولها من كلام مباشر إلى كلام غير مباشر. Firstly، وهي معلومة موجودة عندك أنت بكتاب الطالب، introduce reported statements، قدميها الستيتمنت. هسه شوفي جاي أحكي عنها أنا، قدمي لي الستيتمنت بمن أو any statements مع verb of saying، أما أكون said أستخدم he said that، he told أو أخبر، said told or said to، قال إلى. دائما هذول شكلهم الباست سمبل تنس المن للفعل say او فعل tell، هذول هم الماضي للفعل tell and say. right. اذا كان عندي a question reported a question بمن ابديهم؟ يقول استخدم الفعل asked لانه هو الباست of asked بالماضي، past of asked هو ماضي المن لكلمه ask. شو راح ارتب الجمله مالتي؟ شو راح ارتب الجمله؟ Firstly I need subject، هذا reported الكلام المنقول مو المباشر اللي بين علامتي الاقتباس، لا اللي بين علامتي الاقتباس لها طريقة وهذا لها طريقة. فالجملة من تكون هسه راح اكتب لك اياها بالدايركت، راح يكون عندي السبجكت صحيح، هذه بالدايركت خليني ارتب لك اياها حتى تسجلينها يمش، ما موجودة هاي بالملزمة. اوكي شلون تسوينها بالدايركت؟ تبدينها الدايركت تاخذين سبجكت تحطي لي كولن هذين النقطتين، اوكي سبجكت بالبدايه اسم، اي اسم ناون يعني اسم، اوكي وهذه علامه، العلامه سميناها الكولن، احط علامتي الاقتباس للشيء، اذكر الجمله مالتي جملتي ستيتمنت احط لها نقطه واختمها بعلامتي الاقتباس، جملتي لا جملتي كويشن احط سؤال علامه السؤال واختمها بعلامه الاقتباس. فهذه شنو راح تصير؟ هذا شكلها الجمله مالتي لما نصير شنو؟ لما نصير مباشر، اوكي؟ احيانا الفاعل مالتي ما يبدي بالجمله من بدايتها. شو يسوي؟ يعطيني الجمله بين علامتي الاقتباس باشكالها سواء منتهيه بفل ستوب او منتهيه بكويشن مارك، ويحط لك بعدها يحط لك فاصله، يحط لك فاصله ويكتب لك هنا النيم مالت الشخص. شوفيها انتبهي لها هاي الفقره. احيانا بهاي الصيغه يكتب لك اياها، احيانا لا يحط لك اياها بالنهايه وبهاي تختلف بهاي الصيغه، هاي الطريقه احطيها يمك، سجلوها بنات يمكم لان انا ما كاتبتها، اما يكتب لك يعني اما تكون قلت لك هذا دايركت شلون احول دايركت؟ احط لي سبجكت الفاعل في بدايه الجمله مالتي، الكولن هذن النقطتين، احصر كلامي بين علامتي الاقتباس، اذا كانت جملتي سؤال حطيت لها شنو؟ حطيت لها علامه السؤال، اذا كانت جملتي لا هي فل ستوب تحتاج الخبريه احط لها الخبريه واختمها بمن؟ اختمها بالكوتيشن مارك. اوكي هاي طريقه اذا كان الفاعل بالبدايه، اذا كان الفاعل مو بالبدايه وهاي كتبيها يمك انا ما مسجلتها، اللي شو تسوين؟
تحطي لي الجملة بالبداية مع علامة الاقتباس، إذا تحتاج فل ستوب حطي فل ستوب، تحتاج كويشن حطي كويشن، فاصلة فارزة فارزتنا والاسم تحطينه بعدين. هذه سجلوها يمكم، أنا ما كاتبتها لكم، أوكي، وأنا هم راح أحفظها عندي هنا. رايت، هذه شو سميناها؟ سميناها دايركت سبيتش. هذا اخاف اقول لك فاليوم حولي لي الى يعني حولي بطريقه الدايركت سبيتش، فلازم تعرفين شلون تسوينها دايركت. انزين نجي هسه للاندايركت. بالاندايركت عاده احتاج الى فاعل سبجكت، مثل هذا موجود عندي هنا بالجمل، هذه الامثله مثل سياره، احتاج الى سبجكت، هذا واحد كاتب لي اياها. سكند فيرب اوف سينج بالماضي سيد، سياره سيد، وراها ذات، الذات انا حاطت لك اياها بين قوسين معناتها اما تقدرين تحطينها وتقدرين تشيلينها خياريه، اوكي؟ بعدين اكمل الجمله مالتي كما لو كانت هي شنو؟ سبجكت فيرب كومبلمنت. هسه اول قاعده شنو حطيت؟ حتى احولها احتاج الى الفاعل انزله. بعدين مباشره احط اذا هي جمله عاديه اعتياديه اقدر اقول سيد، والذات اختياريه قلناها سيد ذات، وحطوها انتم دائما حطوا بين قوسين. So الفاعل said that والcompliment مالتي أكمل الجملة شنو بيها بعد الجملة من أجزاء، شنو متبقي بيها الجملة أكمله وأختمي ما من full stop. طبعا أنا رجع أرتب الجملة مالتي كأنما جملة اعتيادية. شوفي هذه الcompliment مالتي، الجملة مالتي هذه الcompliment، هذه ضيفوها، أخاف ناسيتها أنا يعني لأن كان مضغوط المربع فأخاف دزتك إياها بدونها. كمليها بكتابة compliment، يعني أكو بعد تكملة للجملة تفتح تترتب الجملة subject verb compliment اعتيادي. هذه إذا استخدمتي بعد الفاعل شنو؟ said، ورا said مباشرة شو تحطي لي؟ that. أوكي، إذا أردت تستخدمين ضمائر pronoun noun or object بهذه الحالة الأفعال بقت شنو عندي؟ هسه هاي إذا استخدمتي said فعل القول said، إذا استخدمتي told or said to شنو تستخدمي لازم بعدهم؟ أيضا تبديها بsubject فاعل teenagers مثلا Sarah we عادي تستخدمين told أو said to، لكن بعدها أما الأوبجكت المفعول به مالتي، وأقدر طبعا أنا بعد المفعول به مالتي أقدر أستخدم ذات بعد المفعول به هنا، وراح أحط لك إياها بين قوسين حتى تعرفين إن هي optional. أوكي، أقدر أحط لك إياها تقدرين تستخدمينها بمعناها optional. هاي هم ضيفيها بالمنزلة، أنا ما ضيفت لك إياها الفقرة. So subject told or said to object that will complement مالتي، أفعال said بعد السد بس تقولين ذات، ما تحتاجين لا اوبجكت ولا pronoun ولا شنو noun. بعد told او said to تقدرين تحطين الاوبجكت والذات والcompliment. طبعا الcompliment مالتي ارتب الجمله مالتي بطريقه السبجكت verb compliment، او استخدم told said to المنقاله to علي to احمد to زهراء، اوكي، او to her to him. So she told him she told her، هاي pronoun. Subject told or said لكن noun، يعني هنا تحتاجين اسم بهاي الفقره هنا، اسم شنو الاسم؟ علي احمد ندى زهره عليا اتسترا. لكن هنا شنو؟ he told or said to the girl مثلا، object ممكن يكون مفعول به مالتش the girl، he said or told the girl على سبيل المثال، the professors his teachers مثلا على سبيل المثال ممكن تستخدمينها هنا. هنا قلنا البرونون ضمائر I told her or she told me etc. تقدرين تستخدمين ضمائر. النون ممكن تستخدمين اسماء زهرة على سبيل المثال، زهرة علياء احمد موسى etc. اوكي، فاذا انا عندي شنو هسه صار اعيد لك هالمرة ثانية، صار عندي اما استخدم السيد وبعدها ذات واكمل الجملة مالتي ما احتاج object او pronoun او noun، او استخدم الفعلين التولد او السيد ويجي بعدهم object pronoun noun. اقدر احط الذات، وقلنا هذه الذات ممكن تشتغل كشنو؟ تشتغل اوبشنال، يعني اكثر اكتبها بهاي الصيغه هنا الذات، لكن انا ما فضلت احطنها، حطيتها بس مع المجموعه الاولى، لكن هي ممكن انت تستخدمينها اوبشنال. اوكي؟ اوبشنال يعني شنو؟ ممكن حذفه، ممكن في احيان نادره تستخدمينها، حتى بالكتاب محدد لك استخدامها مع الحاله الاولى الذات. اوكي؟ لكن انا شفت امثله عندكم ايضا مستخدمه هاي. هسه سوينا شنو؟ سوينا مباشر، هاي طريقه المباشر شلون ترتبين جملتك، وهذه طريقه الغير مباشر شلون نرتب الجمله مالتنا. نعم. خلي نجي هسه شنو؟ نبدي الفقرات مالتنا اذا كانت الجمله خبريه خطوه خطوه مع امثله حتى تتركز عند شنو؟ الفهم للفقره مالتك، رايت؟ اوكي. اوكي، as you see here this example. This is an example about what we are going to talk about what now reported statements. Reported statements اللي هي الجمل الخبريه المنقوله. هسه هذا انت متميزينها نوعها شنو هاي الجمله؟ نهى I am tired. اكيد هي شنو؟ كلامها المباشر. ليش؟ شلون عرفت انا الدايركت سبيتش هذه؟
because its speech or her speech, sorry, is what put it trapped between what انحصرنا هسه خلينا نسميها احنا between two quotation marks علامتي الاقتباس عندي هنا colon عندي هنا quotation mark and she said فمبينه واضحه انه هسه هذا direct speech من علامات الاقتباس right. اول خطوه شو اسوي لازم حتى احول هاي الجمله اللي هي direct speech الى indirect؟ اول خطوه شو نسوي لازم؟ delete quotation marks، امسح علامتي الاقتباس اللي حطت لك اياها بهذا الشكل. هذه اول خطوه، علامتي الاقتباس وبعد شنو؟ والcolon سجليها يمك. امسح الكوتيشن ماركس زائدا حطي وياها هذن الكولن امسحين علامتي الاقتباس ويا الكولن هذن امسحين رايت right? اسميهم كولن هذن لهم اسم اسمهم كولن مسحيهن هذن علامه الاقتباس والكولن امسحها هذه 1 سكند يوز فيربس اوف سينج راح استخدم افعال القول بالجمله راح انا بعد ما امسحها هاي راح اصير بدونها يعني راح اصير بهاي الصيغه نهى اي ام تايرد شو راح ارتب هالجمله مالتي هسه مسحنا افعال القول بالبدايه مسحناها انتهينا منها يوز يقول لك verbs of saying اما said told or ask مو صحيح وممكن تستخدمين حسب نوع الجمله طبعا قلت لك said تتبع بالذات told والask told والsaid to اقدر استخدم بعدهن object pronoun او حتى قلنا noun والask هنا الموجوده عندي مع اذا كانت جملتي سؤال اذا كانت جملتي سؤاليه فهنا ممكن نضيفين ايضا بالملزمه said to ضيفيها هذه بالملزمه مالتك يمكن نستخدم said told said to or asked حسب نوع الجمله right بعد ما خلينا هنا مسحنا الكوتيشن مارك شو نسوي بعد احنا هنا نرجع لشغلنا بعد ما مسحناها قلنا كوتيشن مارك استخدمنا said والtold اي وحده من هاي الافعال حسب نوع الجمله use that استخدم that instead of colon بدل عن هاي colon هذا الثنتين اللي كانوا هنا عندي اللي هن هذن هنا اكتبهن انا ورا ما اتحدث عن نوعها بدل ما هنا استخدمهن وين نوها said I am tired استخدمهن الذات بدل هاي الكولن رايت اوكي وممكن بنفس الوقت حسب ما كاتب لك ملاحظه بالكتاب it can be left out يعني ممكن انه اتركها او ما احطنها it is optional فالجمله راح تصير مالتي حسب القاعده subject هاي الجمله الاندايركت الجديده subject said that والcompliment الcompliment ترجع الجمله مالتي تترتب اعتياديا تترتب سجليها يمك subject plus verb بلس كومبلمنت جمله اعتياديه كانما جايتك تفهم ارجع ارتب الجمله بالكومبلمنت مالتي سبجكت فيرب كومبلمنت او ممكن استخدم سيت تو اللي هي القاعده الثانيه او تول وبعدها لازم يجي اما اوبجكت او بروناون ضمير او ناون والكومبلمنت ونفس الحاله الكومبلمنت مالتي راح تشتغل هنا بيها الكومبلمنت مالتي الكومبلمنت نفس الحاله من راح اشتغل لها تبقى شنو الكومبلمنت مالتي بنفس الفقرة نفس ما ذكرناها سابقا الكومبلمنت تبقى ترجع ترتيب الجملة اعتياديا متكونة من subject verb والكومبلمنت شنو اللي هي مالتي subject verb والكومبلمنت فانتبه لهاي النقاط الأساسية من deleting quotation امسح الكوتيشن الموجود عندي من adding اكتب الذات وانتبه انه الذات هي اصلا خيارات يعني خيارية حتى لا اتخربط اوكي استخدم اغير احط عندي كومبلمنت استخدم رحت خلي نشوف هنا ها اكو ضمائر. If you see for example شخص متحدث عن نفسه بالقطع يقول I فاروح اشوف انه شنو هو واحول على اساسه الى ضمير الشي والهي. مثل على سبيل المثال هنا اعطيك مثال نهى said I اذا من اجي استخدمها نهى شنو ابدل ضميرها من اقول نهى said that فشنو راح ابدل الاي هنا حسب نهى ابدله الى شي او هي مثل ما قلت لك هنا. هاي اول خطوه ابدل الضمير شو ابدل الضمير مالتي؟ اشوف الاي شنو هو المتحدث قبل الفراغ؟ نهى علي حكى بعدين قوسين فهسه بما انه نهى فراح نستخدم شنو؟ وي العفو شي شوفي اللي مات التينيجرز هنا التينيجرز هم ذي فبما انه هم مجموعه ممكن استخدم ذي اسك دكتور انصاري او ممكن استخدم الوي اسك دكتور انصاري حسب شنو ما اشوف الان يعني فاشوف هنا حسب الكلام يقول انت ممكن تستخدم الوي اذا شفت وي شخص قال وي وبين قوسين اسك دكتور انصاري مثلا تقدرين تحولينها الى ضمير الذي هي مثلا اذا شفت المي اشوفه من هو المي حسب الجمله مالتي ابدل الضمير اللي داخل الجمله الى هيم او هير اس مثلا على سبيل المثال ابدله الى ذم راح تشوفين راح يكون واضح عليش بالجمله بعد changing دائما اغير التنسز اغير التنس مالتي دائما الى الباست الى الزمن الاقدم يعني اذا شفت جملتي انا كانت الدايركت جملتي الدايركت راح اسوي اياها باللون الاحمر حتى تتوضح اذا كانت جملتي الدايركت على سبيل المثال
بالبريزنت سمبل تنس او اي نوع من انواع البريزنت حوليها لي الى الباست اللي هو الماضي. يعني اذا مكتوب بالبريزنت سمبل تنس الافعال مالتها از ام ار، اغير الافعال المساعده واي فعل موجود بها الى ماضي was او where. الاز والام تتحول، نعرف ان هم ياخذون بالماضي مالتهم was، والار تتغير الى شنو؟ where. present perfect جملتي كتبتها بالبريزنت بيرفكت تنس. نهى بين قوسين quotation mark I have lost my key. الهاف شو تصير الهاف او الهاز بالدايركت؟ هذه احولها للاندايركت، تستخدمينها بمن؟ تصير بجملتك تكتبينها بالباست بيرفكت تنس اللي هي الهاد يشتغل زائد التصريف الثالث الفعل. جملتي مستخدمه بها الماضي، الجمله الاصليه ماضي بسيط بها واز وير، احولها الى شنو؟ الى باست بيرفكت اللي هي الهاد والبين والكومبلمنت مالتي. جملتي الاصليه مكتوبه بالزمن البريزنت كونتينوس، يعني بها از وام وار والفيرب بلس اي ان جي، احول الاز والام الى was واحول الار الى وير زائدا الفعل زائد اي ان جي. جملتي الاصليه الدايركت مكتوبه بالباست بيرفكت، يعني هاد زائدا تصريف ذات الفعل، حتشوفينها بهاي الصيغه تبقى نفس ما هي بالباست بيرفكت، هاد زائد تصريف ذات الفعل. الجمله الاصليه اللي هي الدايركت مستخدمه بها الول، اي ويل دو ذس tomorrow مثلا، بها will احول الى الماضي مالته شنو؟ would. مكتوبه بالشال I shall leave now. نهى بين قوسين quotation marks I shall leave now. شال شو يصير؟ should. الكان اذا شفت I can do it. He said that he could do it. احول الكان الى could. شفت جملتي بها do it does، شو احولها؟ احولها الى did اللي هو في زمن الماضي. انطيش امثله وهاي الامثله موجوده عندك في كتابك الطالب، اوكي؟ حتى نشرحها بشكل اوسع شوي بعد. يعني خلينا ناخذ امثله حتى يتركز الفهم. اوكي نعم. Look at these examples. Look at these examples. عندنا امثله طبعا موجوده قلنا on page 99. الجمله هذه شو نسميها؟ هذه هسه نسميها direct speech. Ali calling quotation mark I am tired. Full stop ونقطه. اول شيء هذه شنو راح الجمله؟ هذه direct speech. هذه الجملة جاي أتحدث عنها أنا شنو هي؟ direct speech، كلام مباشر أقول عنه لأن متكونة من علامة الاقتباس وعلاماتها كلها واضحة للـ direct speech. أوكي، هذا الـ direct speech بيا زمن مكتوب بالـ present simple tense. شو عرفتي بالـ present simple tense؟ عندي I am tired. أوكي، عندي I am tired. أوكي، فإذا هي مكتوبة بيا زمن قلنا الـ present simple tense، جاي أكتبها إلي هسه واضحة كلش يعني وعلامتي الاقتباس بها، رايت. شنو مطلوب من عندي بالامتحان؟ اجيب صيغه السؤال، اكتب لي شمها ريبورتد سبيتش، يعني حولي لي اياها الى كلام منقول، شخص قال هاي العباره حوليها الى كلام منقول. شو تسوين انت اول فقره؟ قلنا ديليت، امسح الكولن هذه امسحها، بعد ديليت كوتيشن ماركس امسح علامتي الاقتباس. اجي هسه استخدم فعل القول، انزل السبجكت مالتي الفاعل اللي هو علي، وراها فعل القول سيد، وراها ذات، مع السيد اقدر استخدم ذات، مع التولد ممكن بعد المفعول به اقدر استخدم الذات، لكن مفعول بعد المفعول به. اوكي؟ So Ali said that what he هسه جينا نغير الضمائر. الآي شو تصير؟ حسب المتحدث، حسب المتحدث شو تصير؟ Ali said that. شو تصير الآي؟ تصير هي لأن عندي مذكر. So he. اوكي، الآم شو تصير؟ قلنا نحولها حسب الزمن الأقدم. تصير was tired وأحط النقطة مالتي. تحولها صارت هسه من كلام مباشر، صارت هسه شنو هنا بين قوسين؟ صارت indirect speech، صارت كلام غير مباشر، right. Mom colon علامتي الاقتباس it's time to get up. بلال ومتعجب طبعا لان هي او هي بالاحرى خلينا نقول متعجب لان هو متاخر يمكن. اوكي علامه تعجب. اوكي رايت انا صحيح قلت لك انواع الجمل المستخدمه statement او خلينا نسميها شنو سميناها احنا statement او statement أو question، لكن هذه هي exclamation mark وبقت نفسها statement، يعني هي جاي تحكي عن جملة خبرية تخبرنا. شو تقول؟ تقول له it's time to get up. بلا صحيح أشوف العلامة التعجب، لكن بقت هذه عندي جملة خبرية. أول فقرة حتى أحولها من reported إلى reported speech شنو لازم أسوي؟ delete quotation marks، أمسح علامة الاقتباس، أمسح الكولن، أمسح هذه علامة الاقتباس مالتي. شنو اللي راح أنزل؟ أول راح أنزل السبجكت الموجود سواء هنا ينكتب احيانا ينكتب نهايه الجمله فمام. اوكي بريد استخدم هي تحكي ويا من مام؟ تحكي ويا بلال، هذا الاسم الموجود هنا. مام شو تقول؟ تقول اتس تايم تو جيت اب بلال. اذا موجهه الخطاب لمن؟ بلال. بهاي الحاله اقدر استخدم افعال ثانيه غير السد، نعم اللي هي افعال التولد، وبعد يا افعال اقدر استخدم السد تو.
بقدر هنا أقدر أكتب mom said to Bilal that it was time to get up أو أقول mom told Bilal وبعد المفعول به هنا مالتي اللي هو عبارة عن name now أقدر أستخدم شنو؟ أستخدم that فصارت عندي mom told Bilal مباشرة هذا جبت قدمته لأن هي لازم تخبر شخص ما وحسب القاعدة شنو قلنا إحنا بعد told with that إذا تتذكرون بعد told with said to أما يجي object أو يجي pronoun أو يجي noun ما أخليها فارغة وبعدها شنو optional حطينا حطينا ذات أوكي رايت فإذا هنا احتاجينا شنو هسه احتاجينا mom told Bilal هذا المفعول به مالتي قدمته شكله شنو إجا شكله شكله noun اسم أوكي it is هذا مختصر لل it is فأنزلها it الاس نحولها للماضي الزمن الأقدم يصير was time to get up شو نحول هذه علامة ال exclamation mark أحط لها full stop اللي هي نقطة أحط لها full stop هي نقطة أوكي رايت يقول إذا كان هنالك فعلان في الجملة واحد مساعد والثاني رئيسي هذا مساعد it is و get هو الرئيسي شو تحول أنت يقول حول الفعل المساعد واترك الثاني حول فقط الفعل المساعد اللي هو is إلى شكل الماضي واترك الثاني يبقى نفس ما هو فراح تشوفينها حولنا الإز إلى was والجت اللي هو الرئيسي يبقى نفس ما هو أوكي تمام رايت أقدر أنقل الكلام المباشر بطريقتين من دايركت إلى اندايركت واحد نوع من أنواع الكلام لم يبين لمن يتحدث يعني ما واضح الشخص اللي جاي يتحدث إلي من هو وكو نوع لا موجه الكلام إلى أشخاص معينين واضح الكلام فالأولى مثلا على سبيل المثال إذا ما مبين لي لمن يتحدث أباوع جملتي كالد هذا السبجكت هذه كولن هذه كوتيشن ماركس عندنا علامة الاقتباس أوكي منتهية بيها النقطة يعني معناته شنو عندي معناته عندي دايركت سبيتش واحد عرفته من علامة الاقتباس سكند هذه شنو هي دايركت سبيتش نوعها ستيتمنت فهذا دايركت كيف راح أحولها انتو اندايركت سبيتش فيرستلي أنزل الفاعل نفسه أمسح علامة الاقتباس حتى أخلص من عندها اوكي ديليت كولن امسح الكولن مالتي اوكي احط one of the verbs of saying verbs شنو هي said اوكي told said to so yeah so هنا شنو صارت فعل القول مالتي كالد said what does he said اما اقدر اقول ان ذات اقدر اقول ذات واقدر احذفها انا حاطتها بين قوسين حتى تعرفين انه ممكن استخدمها وبالحالة اللي شفت سابقا انا حاطت لك اياها انا حذفتها كلمه اوكي ممكن احطها ممكن احذفها so what does he said said اوكي اي الاي شنو معناته ضميره ارجع قبل الفراغ شنو ضميره من المتحدث خالد اذا شنو ضميره خالد يحتاج اي هي فاذا خالد said هي الاي احول الضمير الى هي don't بالمضارع شنو احول الدونت بالمضارع منفي ماضي منفي يصير did not So Khalid said he did not want to go to bed. وأحط شنو نقطة صارت indirect speech. هذا الكلام ما واضح يعني لمن جاي يتحدث فقط Khalid هو اللي حكى I don't want to go to bed. لكن ما واضح لمن جاي يتحدث هذا الكلام. فنقلت كلام من نفس ما هو حولته من مباشر إلى غير مباشر. إذا كان الكلام موجه لأشخاص محددين يعني مثل الأب يتحدث إلى أولاده Dad شو يقول فيصل can you go with can go with you فيصل can go with you اوكي ها معناته سؤال اعتيادي هذا مو سؤال جمله اعتياديه فيصل can go with you هاي الصيغه شبيهه هذا دايركت من عرفت دايركت عندي كولن عندي كوتيشن ماركس عندي علامه الاقتباس فهذا دايركت اوكي شو نوعها ستيتمنت اذا اللي بعدني انا جاي اشتغل على الستيتمنت ما وصلت لمرحله الكويشن شلون احولها نزل السبجكت اللي هو داد نفس ما هو بما انه عندي اشخاص جاي اتحدث لهم أقدر أستخدم في هاي الحالة verb of saying told أو said to right عفي بما أنه هنا جاي يقول لي فيصل can go with you بمعناته معناته شنو جاي تحدث أقدر أفرزنها مجموعة من الأشخاص يتحدث إلي وأخوي فمجموعة أشخاص بهاي الحالة شلون أحول الضمير شو الضمير الملائم بعد told أخبر أقدر أستخدم told us that أخبرنا إحنا المجموعة فيصل could بالماضي go with you or could go with us ممكن حتى dad told us that Faisal could go with ممكن نغيرها us ممكن يذهب معنا dad told us هو جاي يخبرنا Faisal could go with us Faisal ممكن أن يأتي معنا وأمسح مسح علامة الاقتباس أنا ما مسحتها مسح علامة الاقتباس أنا ما مسحتها
وممكن هنا اليو تدرون ليش تبقى ممكن ايضا؟ لانه احنا جايين نخاطب جماعه with you. فيصل could go with you. ابونا اخبرنا انه يمكن ان ياتي فيصل, ممكن ان ياتي معنا. فيصل could go with you معناته يو المخاطب انتم كجماعه. نرجع للضمائر قبل لا نكمل التغييرات الموجوده. ارجع للضمائر مالتي اشوف انا الاس اذا بالسؤال اقدر احولها زين, انا ما احتاجها هسه هذه. اذا ممكن نستخدم could go with you. Right. تبقى نفس ما هي, ما تحتاج اي تغيير. يعني ممكن اقول that told us that فيصل could go with, ممكن تقولين us صحيحه فيصل يذهب معنا. اغير الضمائر الى شنو؟ الى الجماعه نحن, واقدر اخليها could go with you. بهذه الحاله معناتها you معناتها group of people. اوكي فيصل could go with you, اخبرنا ابونا على هذه الفقره. شنو اقدر اغير بعد بالجمله مالتي؟ احيانا demonstratives اللي هي اسماء الاشاره او adverbs الظروف, بس لمن اغيرها؟ للزمن الاقدم. يعني اذا شفت بالجمله this night اقول that night, these girls اقول those girls للابعد, here هنا اقول and there هناك, now الان اقول and then ليس الان, بعد الان البعد, today اليوم اغيرها الى that day ذلك اليوم, tomorrow غدا اقول شنو؟ the next day اليوم التالي, tomorrow باكر اغيرها تغييراتها الى the next day. هذا استثناء. واليسترداي تتغير بالجمله الى the day before, والago اذا شفتيها بالجمله غيريها الى كلمه before اللي هي السابق. هذه ايضا من ضمن التغييرات اللي انت ممكن تغيرينها بالجمله الموجوده معك. اوكي انتقل الان الى reported question. طبعا reported questions بها حالات اخرى. اوكي اوكي انا راح اقللش من الحجم حتى لا يعني هو ما بقى شيء ان شاء الله, بس خلي اغير لك على مود حجم الفيديو. اوكي